اتفضل. على مهلك يا حبيبتي، على مهلك. خشي اوضتك بقى عشان تستريحي. لا يا ماما اتضايقت من النوم. بقول لك ايه، تتمددي هنا، هات لها بطانيه ولا اي حاجه. حاضر. ومخده يا محمود. حاضر. ايوه اتمددي بقى. يلا. اسف يا ماما، اسف يا بابا، تعبتكم معايا. احنا ما بناكلش من الكلام ده، احنا جعانين. عندك اكل تاني؟ عندنا اكل هيعجبك قوي يا عم. ايه راي حضرتك في شويه ريش وكباب وكفته؟ محمود ماما مش بتحب اللحم. طب ايه رايك يا طنط في فراخ مشويه على الفحم؟ الظاهر ان انت اللي جعان مش احنا. ابدا والله، انا عايزكم بس تسلوا ليلى وتفتحوا نفسها على الاكل. يلا حبيبتي، انا هوصل بقى الشغل مش هتاخر عليك. ها ما تخافش يا محمود، انا بقيت كويسه. روح انت الجمهور. بقول لك ايه يا ابو حنف، لو سمحت توصي الراجل بتاع الكفته يحط لنا شويه شطه. شلش شطه نجيه، حلاوه الكفته في توابلها. محمود عارف يا طنط، الفراخ تكون صغيره ومن غير شطه. شطه خفيف بس تكون متبله بالزعتر. طيب انا مش هتاخر يا ليلى يا بنت الاغنياء. حبك جنني. اسمك ايه؟ طيب يا جماعه استعدوا بقى، الاكل في الطريق. اعتبروا البيت بيتكم طبعا. سلام عليكم. السلام. تعبتك معايا يا ماما وعملتلك ازعاج. ايه العبط ده؟ الحمد لله على سلامتك. محمود زعلان قوي يا ماما بس مخبي، باين نبرة صوته. محمود ده راجل ولا بمليون جنيه، شهامة ومروة ونخوة، بسيط صحيح فنان. كنا نخسره علشان كلمة صغيرة بالياتشو. انا عايز رامي. رامي لسه ما جاش من المدرسه. طب ممكن تحضري لي شنطه هدوم وعلى مركب؟ انا هوصل مشوار صغير، الواد ياخده ويقعد معاك. انا ما عنديش مانع بس. حاضر يا محمود، من عينيا. ازاي ليلى؟ الحمد لله، متشكر يا نادي. العفو، بسلمنا عليها قوي. الله يسلمك، عن اذنك. اتفضل. ولا يا هاني؟ ايوه. ما تيجي معايا نروح لحد الحاج توفيق قبل ما نجرش. وماله؟ وهي الوالده طالبه مني شويه حاجات تجيبها معانا في السكه. اسكت، مش امي طالبه مني حاجات بالجمله من الحاج توفيق؟ طب ما نبتهاش معاكي ليه بالمره، هيتحفظ الطريق. لا شويه شويه، وبعدين كون ان انا بجيب لها حاجات ارخص من السوق مخليها متعاطفه معايا. وهي طالبه ايه؟ اركب وانا اقول. يلا بينا بسرعه. بقى يا ست، جبنا الروم وادي اللانشون وادي البهارات والفلفل والكمون، الحاجات اللي طلبتيها حضرتك، وادي المنفضه والفوط الصفر. برافو عليك يا بنت يا سحر، بكام بقى كل الحاجات دي؟ الحساب اهو. قولي لي كيلو الجبنه الرومي بكام؟ ارخص ما بتجيبيها حضرتك ب4 جنيه. معقوله؟ لا بقى
ده انت توريني السكة عشان ابقى بضع كل حاجة من هناك. خلاص، كل لما اروح اجيب المونة الايه؟ قصدي طلبات الشغل اخد حضرتك معايا، قصدي حضرتك تاخديني معاكي. اهو نوفر تاكس. على فكرة تمن التاكس بتاع النهاردة هنقسمه سوا. الشغل شغل. لا، خلي التاكس عليا. ما احنا موفرين لحضرتك برضو 15 جنيه في شروة واحدة. ما قلتليش الحساب كام؟ الحساب يا ستي 67.80 قرش. يعني 68؟ لا بقى، هو في تاكس بريال؟ انت عايزه كام بالظبط؟ يلا هاتي 70 وخلي الباقي علينا. محمود، ايه؟ مش هتروح شغلك؟ محمود، محمود، انت ما بتردش ليه؟ انا اتأخرت. السلام عليكم. عليكم السلام. يلي معانا يلي معانا الكروان، غنى وصحانا وصحانا. يا مساء الخير يلي معانا يلي معانا الكروان، غنى وصحانا وصحانا. دي سادس بيضة باين، مش حاسس ان انا واكل. يظهر ان انا ما بحبش البيض. شويه ايه ده بقى؟ التليفون ده في انهي اوضه؟ اهلا سحر. سحوره، سحورة. انا مالي؟ انتوا اللي بتجيبوا روحكم. ما فك فين؟ ما فك. ايوه، ايه ده 15 قرش؟ كويسين. فك البريزة بالبريزة. ولا اكني عملت حاجه. صباح الخير. شلش. نعم. النهارده ايه؟ الخميس. يعني بكره الجمعه؟ طبيعي طبعا، الجمعه بيجي بعد الخميس. انت بتزعق ليه؟ علشان بتزعليني على الخميس والجمعه وانا قاعد اقرا. انا عايزه اهيئك نفسيا، عايزة أشوقك لفسحة بكرة. ممكن؟ حاضر، نخرج أنا وإنت والأولاد. لا 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 لا، نخرج أنا وإنت وبس. نخرج؟ نروح فين؟ لا، ما أنا مش هقولك نروح فين، أنا هقولك على المكان قبلها بساعة. شمال؟ علشان أنا مش عايزاها فسحة تقليدية، أنا عايزاها زي ما تقول كده شبه مفاجأة. ها؟ ايه؟ ما ردتش عليا. موافق؟ اوكي، نخرج. لا، مش نخرج، انت تخرج لوحدك وانا اخرج لوحدي ونتقابل. ويا ريت يا ريت لو تكون المقابله صدفه. صدفه؟
يعني انا بكره الجمعه هقعد طول النهار برا البيت واكلمك بالتليفون، بس ايه، على اني واحده معجبه بيك متيمه عمرك ما سمعت صوتها قبل كده. ولما اكلمك بالتليفون هحدد لك المكان اللي نتقابل فيه، تروح انت المكان ده تتفاجئ بيا انا. اروح مسورة. مسورة؟ ما الفرحة. صح، اتفقنا؟ اتفقنا. ده ايه؟ ايه الجنان اللي بتقوليه ده؟ ايه بس؟ مش انت دايما بتتهمني ان انا ما بهزرش معاك؟ اديني بحاول اعيش معاك قصة حب من اولها. ويا ريت يا ريت يا ريت اول ما تشوفني ما تكلمنيش على طول. امال اعمل ايه؟ تبصلي، ادي لك انا ظهري، تقرب عليا وتعكسني، ما عبركش، تكلمني تاني، احن، اكلمك، تسالني عن نفسي، اسالك عن نفسك، عن احوالك، ونعيش قصه حب جميله. شلش شلش، انت رايح فين؟ رايح الحمام. هتيجي ورايا؟ افهمني بس، انا عايزه ارجعك لشبابك وانت عندك 19 سنه، عايزه اعوضك عن حلم حياتك اللي انا ما قدرتش احققه لك. بس بقولك ايه، لما اكلمك في التليفون اوعى يبان عليك انك سمعت صوتي قبل كده، انت كانك ما تعرفنيش خالص 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 خالص. اتفقنا؟ اوكي اتفقنا. اوكي. الولية اتجننت. نربط سلك التليفون الأول وبعدين نغير رقم. صح كده، نربط البريزة بالبريزة. ايه ده، فين البريزة؟ يلا نربطه بالشلن بقى. الليلة الكبيرة يا عم والعالم كتيرة. الو، ايوه يا مدحت. لا التليفون خرب امبارح. بقول لك ايه، هتيجي امتى؟ ايه النهارده؟ معقوله؟ حاضر حاضر حاضر، مع السلامه. ايوه كده. شلش شلشتي. شلش. ايوه. الفطار. الفطار فوق النوم. يا دي الهنا اللي انت فيها. شلش اتفضل. مطرح ما يسري يمري يا اسي شلش. ما تنساش. صباح النور يا لول. جدع، ما انت بتفهميها وهي طايره اهي. اه مخرجة بقى. اه مدحت جه النهاردة، هنقابله النهاردة زي ما اتفقنا. اسمعي، انا مكسوفة قوي زي ما يكون داخلة امتحان. انا هكلمك قبليها بساعة. متشكرة قوي يا ليلى، مع السلامة. انت يا واد، انت خدت السندوتشات اللي في المطبخ؟ والله ما انا فاكر. وانا هفتكر ايه ولا ايه بس؟ هو الواحد ما يلاقيش حاجة ابدا في البيت ده؟ اوه الله يكون في عون بابا. ليه بقى؟ ده انا واكل 6 رغيفة لغاية دلوقتي مش محوقين. شوفي شوفي الرغيف بقد ايه؟ ما انت مفجوع يا ابني، دي انت ممكن تاكل طابونة بحالها. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا بابا. صباح الخير يا بابا. ايه فطرتوا؟ امال فين ماما؟ ماما خرجت.
اعمل حضرتك قهوه يا بابا؟ يا ريت يا بنتي. ايوه الو. طب ثانيه واحده، تليفون عشان حضرتك يا بابا. مين؟ واحده صوتها حلو قوي. الو. ايوه انت بتكلمي منين؟ ايه اسماعيليه؟ الو. الست دي اتجننت. ربنا يهدي سرك يا شلاش بنت ونجيه هانم. وفي امك بتكلم ابوك وعامله نفسها واحده تانية. ايه يعني مقلب؟ لا بتعمل جو. جو ده جيل مقلب بالله ربنا. صباح الخير يا جميل. يا سيب اهدى يا اخواتي، مارلين مونرو ظهرت اخيرا في افريقيا. يا ماشي بحنيه على مهلك بطل دلال. طب خفي بكعبك على الارض لا يقوم زلزال. اهدى اهل هز بس ده. ايه يا ورد الجناين ده؟ حضرتك بتكلمني انا؟ ارجو اني ما تكونش قطعت عليكي خلوتي واقتحمت عليكي مجوتي. انا فعلا كنت بفكر في ايه يا ترى؟ انا اصلي منتظره حادث سعيد. ايه حضرتك هتولدي؟ اولد ايه؟ انا كنت هيمانه محتاجه لطيف غريب من نوعه، موقف مثير، حادث مشوق. قدامك يعني انا؟ بالطبع. ايوه شاب لطيف، دمه خفيف، شعره خفيف. يا ترى ممكن اجرب واعرف اسم حضرتك؟ انا نج نج. وانت؟ شوشو. هاي شوشو. هاي نج. ممكن اتهور واعزمك على شوب عصير برقوق؟ يوي مش ممكن، مش معقول اقعد معاك قدام الناس لوحدينا اقول لهم ايه؟ ولا حاجه اقول لهم، ما قدرتش اقاوم سحر عينيه. هقول لي، انت بتشتغل ولا لسه بتذاكر؟ انا لسه يا فندم بدرس. في انهي كليه؟ في كليه الحب والجمال قسم الحلاوه الطحنيه. غلط خالص كده، روح يا شاطر شوف مذاكرتك. ايه ده بقى؟ بقول لك ايه، كفايه كده لحسن ازهق واروح. طب ممكن تيجي كده شويه؟ لا تعالي انت كده. بقول لك ايه، ما اقول لك ايه، مش معقول اللي بيحصل ده. انا هنا هفضل طول النهار بالشكل ده؟ خلاص انت حر، انا ماليش دعوه. انت حر وانا حر. بقول لك ايه، عبرونا عبرونا يا جماعه، عبرونا يا ظلمه. انت استاذ هتخلي عندك ده متكل على الله. لا 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 مالكش دعوه، انت اطلع منها يا حبيبي. هو فعلا غلط، غلط جدا اللي انت عملته. قلت لك ما سمعتش كلامي. انت استاذ ايه ابني؟ هتخلي عندك ده، قلت لك. طب ديها واحده، ديها واحده. الله انت باين عليك مش هتجيبها البار. شلش خلاص ملوش لزوم. شوشو شوشو قوم يا شوشو. انا قلت هزارك نزل، ما صدقت ان ايه. انا اسفه جدا، ما كنتش اعرف ان الفك المفترس ده هيعمل فيك كده. ولما صرخت ما رجعتليش ليه؟ ما انا رجعت لك، بس كنت بجيب النجده. النجده بعد فوات الاوان. سوري. يعني مربوكة. مربوكة ليه؟
انتي بتشوفيه كل يوم يا بنتي. لا بقى، بس دي بقى مقابله تاني خالص، مش هشوف مامته. يعني خايفه من مامته؟ لا بس ده بيقول عليها طيبه قوي. هنشوف. اسمعي، احنا بعد ما نقعد شويه كده انا هاخد مامته ونروح نقعد على جنب نتكلم كلام كبار كده وعاقلين. انت بقى اساليه على اللي انت عايزه تساليه عليه. اساله عن ايه يعني؟ يعني عنده كام سنه؟ المرتب بتاعه قد ايه؟ عنده ايراد خارجي ولا لا؟ عنده شقه ولا لا؟ عنده اخوات ولا لا؟ حاجات زي كده يعني. يا بنتي ما كل الحاجات انا عارفاها. بقول لك ايه؟ ها؟ هقول لمامته ايه؟ قولي لها ازيك. قصدي هقول لمامته يا طنط ولا يا ماما؟ لا يا طنط، لغايه ما كتب الكتاب وبيقول لها يا ماما. يلا بينا. الو. ايوه يا فندم. موجود. دقيقه واحده. هشام، يا هشام. ايوه يا جلد. تليفون ليه انا؟ ايوه ليك انت يا عم. الو. ايوه يا ايناس. ايه مالك؟ طب انت فين دلوقتي؟ طيب طيب خليكي زي ما انت، انا جاي لك على طول. ها؟ طب وبعدين هجيب فلوس منين دلوقتي؟ الحصالة. ايه ده؟ 50 قرش؟ يا استاذ نبيل. استاذ نبيل. ايوه نعم. استاذ نبيل. نعم. في تليفون. طيب ايه ده؟ انا بمر بازمه ماليه والموقف متأزم شوية ومش عارف اقول لك ايه. ما تحركش كده، انا اصلا معيش فلوس بس هتصرف. السحر مش هنا. اها. ما تحركش برضو، انا هتصرف، استناني. ميرسي يا استاذ نبيل جدا. ما شاء الله. اهلا يا صح. تعالي يا حبيبتي اقعدي هنا جنبي. اصل ليلى كانت معايا. انا هروح ادور عليها. بالمناسبه ماما مش عايزه تطلب حاجه الا لما تيجوا علشان نطلب مع بعض. ميرسي قوي يا فندم. تحبي تشربي ايه يا صح؟ حضرتك هتطلبي ايه؟ انا هاخد شاي. يبقى انا كمان شاي. وانا بقى لو سمحتولي اختار الجاتوه. تسحر ليكي طلب معين؟ لا ابدا ميرسي، بس بلاش كريمه لو سمحت. الشوكولاته كويس؟ كويس قوي، بس حته واحده من فضلك. حاضر. اهلا وسهلا يا طنط. اهلا بيكي يا سحر. انا اسمي نجيه. ايه بتحكي ليه؟ اصل ماما كمان اسمها نجيه بصره، مش كده؟ مصادفه غريبه جدا، مش معقول. على فكره يا سحر، ماما عارفه بالمشروع بتاعك ومبسوطه منه جدا. وانا كمان نسيت اقول لك ان بابا وماما عرفوا. وانت لسه ما عرفتش ان مامي اتسحر اسمها مدام نجيه؟ معقوله؟ انا عديت على ليلى لقيتها بتتكلم في التليفون وبتزعق قوي. اصلها بتكلم الاستوديو. انا عايز اعرف انت ايه اللي غصبك على كده؟ عمي هو اللي بيصرف عليا بعد بابا الله يرحمه. ولما دخلت الجامعه قعدت عند خالتي. جوز خالتي عاوز يتجوزني الواد ابن اخته. واد كده قليل ادب وبيشرب سجاير. ياه. وقلبي كمان حاسس انه بيشرب حاجات تانيه. وقدام خاله بقى عامل نفسه الواد مؤدب قوي. خلاص ما ترفضي، هو الجواز بالعافيه. وبعدين يا ناس انت دلوقتي بنت متعلمه وفي الجامعه والقانون. جوز خالتي بعد اخذ موافقه عمي على الجوازه دي. خلاص ابعتي لعمك قولي له الولد ده قليل الادب وبيشرب سجاير. لا يا سيدي، عمي راجل صعب قوي وبصراحه ما اقدرش اكلمه في موضوع زي ده. طب والعمل؟
عمي قال ان هو جاي يحضر كتب كتاب، واذا انا عصلكت هيطلعني من الجامعه ويرجعني على البلد تاني. طب بقول لك ايه، تعالي بقى نروح نقعد في حته ونشوف ممكن نعمل ايه. انا بصراحه تعبت من المشي. انا موافقه ان انا اعيش مع مامتك في بيت واحد، بس بشرط تسالها هي موافقه ولا لا. دي زي ماما بالظبط، خصوصا ان هي سمعنا جايه. سحر، انا كل يوم بعرفك فيه بكتشف حاجات عظيمه اكتر. مش قوي كده. بقول لك ايه، هما بيتكلموا عن ايه هناك؟ بيتكلموا عن الميعاد اللي هنروح نقابل فيه عمك. بص بقى، احسن ميعاد تلاقينا كلنا ملمومين في البيت يوم الجمعه. يبقى اتفقنا. ايه رايك في الجمعه الجايه؟ اوكي، نبلغ الحكومه ونعلمكم. بصراحه بقى انا عايز اكل حاجه اشرب حاجه. تاخدي ايه؟ ناخد بعضنا بقى ونقوم. انت ناسي يا ابني ان انا عندي شغل ولا هتفقدونا كده من اولها ولا ايه؟ ان شاء الله بعد ما تخلصي الامتحانات وقبل ما تظهر النتيجه هنبدا في المشروع الكبير. انهي مشروع؟ الجواز اولا والمحل ثانيا. ما قلتليش هنسميه ايه؟ هو مين؟ المحل. كل واشكر. كل واشكر ظريف. طب والتاني؟ محمد مدحت. أظرف بكتير. رأيك حلو؟ يجنن. يلا بقى قوم يا ابني قوم، خلي الكلام ده بعد امتحانات. اتفضلي. مالك يا شلش؟ ها؟ لا أبدا ولا حاجة، بس مستغرب اليوم اللطيف ده، الجو الجميل، كلامك الحلو اللي سمعته طول النهار. كنت محتاج لده كله من 30 سنة، بس من غير العلقة طبعا. يعني ايه بقى؟ يعني خلاص فات الأوان ما نعرفش نعيش حياتنا؟ لا أبدا ما فاتش، بس كنت محتاج لده وأنا شاب. لو كنت انت خدت بالك مني وقدرت الظروف اللي انا عشتها قبل ما نتجوز ما كانش ده بقى حل. يا شلش، ده انا ماما ماتت وسابتني عندي 10 سنين، كنت ام واب ومدرس لاخواتي الصغيرين، كان لازم اكشر وابقى جد عشان يسمعوا كلامي وما يغلطوش. لحد التكشيره ما بقت جزء من حياتي، والجديه بقت جزء من ملامحي. للمره الالف انا بسمع الكلام ده. ما انت لو كنت فهمته كنت انت اللي شلتلي التكشيرة دي من على وشي، كنت عوضتني عن الطفولة اللي انا ما عشتهاش. اتكلم على طفولتنا واحنا في السن ده؟ ما هو اصلا اللي ما عاش طفولته هتفضل وراه لغاية ما يعيشها. هو ده اللي انا اكتشفته دلوقتي، صحيح متأخر شوية لكن معلش اوعدك يا شوشة، ومن هنا ورايح مش هخلي ولا حتة زعلولة قد كده هو تقرب منه. مش قلت لك 100 مرة قبل ما تدخل تخبط على الباب؟ ايه مالك؟ طب عايز ايه؟ انا عايز مشورتك. في ايه؟ في موضوع مهم قوي وكبير قوي وانا محتاس فيه ومش عارف اوصل فيه الحل. خلاص 5 دقايق واندهلك ونتكلم زي ما انت عايز. طيب انا هعمل تليفون وبيندهيلي. شكرا. الشكر لله يا عم هشام. ايه رايك يا شلش نكرر الفسحه دي كل جمعه وتخلينا عكسك ونضرب في الاخر برضو؟ لا الجمعه الجايه بقى محضره لك حته مفاجاه، انما ما حصلتش. بس افتكر كويس عشان انا مش هفكرك تاني. يوم الجمعه برضو مش هتلاقيني في البيت، بس هسيب لك خبر تقابلني فين. شكرا. الحاله زادت معاها قوي. لا ولا حاجه. يا هشام ما تنساش ان المسائل دي لازم الواحد يفكر فيها بعقله قبل عواطفه. الموقف اللي ايناس فيه لا يخليها تفكر بعقلها ولا برجلها حتى. ما تنساش كمان
ان ممكن ايناس تكون بتبالغ لان ليها رغبه عاطفيه خاصه، وان قريبها ما يكونش بالسوء اللي بتقول عليه ده. لا 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 يا سحر، هي ما طلبتش حاجه معينه، هي كل اللي بتطلبه حل او راي يبعدها عن الجوازه دي. طب وانت رايك ايه؟ انا جاي لك عشان تفكري معايا. انا رايي ان هي تقول لعمها كل حاجه وتسافر له البلد عشان تكون بعيده عن ضغط جوز خالتها ده لو كان بيضغط عليها بحقيقي. ايوه بس هي بتقول ان عمها صعب جدا. ما هي لما تواجه عمها برايها هيعرف انها على حق، وما تنساش ان راي الدين بيحتم وافقتها على الجواز. ازيك يا ماما؟ يا لهوي انت كل مره تتخضي ويغمى عليكي كده عشان تعرف. يا ابني انت اشتريت بكل فلوسك هدوم وشنط ليكي فيهم حاجات كتير قوي يا ماما. انا يا اخويا مش عايزه حاجه، ومراتك وولادك مش عايزين هدوم، عندهم اشي وشويات. يا ستي البسوا وتمتعوا. 8 سنين وانت بالشحطط، وكل اللي بتكسبه صرفته على الشقه، اشي ديكورات واشي مكيفات واشي عفوشات، ايه لزومه ده كله؟ وفي الاخر جايب لي شحنه هلاهيل ليه؟ هتعملوا بيه ده كله؟ تعالي يا نادية نفتح الشنط. لا 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 يا علاء خليك دلوقتي، اريدك لما تستريح. يستريح من ايه يا اختي؟ هو جاي ماشي؟ اطمني، مقاسي مش قد مقاسك. على فكره يا ماما انا الحمد لله حوشت قرشين كويسين، هبتدي بيهم مشروع كويس، وان احتجت حاجه هبقى استلف من حضرتك. وتستلف ليه يا ابني؟ ما انا عامله لك توكيل، خد اللي انت عايزه، بس اياك تبحتر فيهم، لازم تعمل حساب الزمن، ولادك لسه صغيرين، وانا خلاص ما بقاش حيلتي حاجه. الله يكون في عون ابوها، متجوز واحده ايدها سايبه كفها مخروم، لا تعرف تحبق ولا تدبق، سيادوبك طول النهار عامله زي الديك الرومي منفوشه. الله، وبعدين بقى؟ يا ماما يا ماما مالناش دعوه بحد يا ماما، كل بيت وله اسراره، وان كان على عمي شلش ومدام نجيه فكفايه انهم ربوا ولادهم وعلموهم احسن تعليم. عملت ايه بالتعليم يعني؟ ما هي قاعده المحروسه جنبي اهي في البيت. يا اخويا كان حوش لها قرشين احسن. يا طنط انا قعدت عشان اربي عيالي واشوف طلبات حضرتك، واذا كان عليا علاء جه اهو هرجع اشتغل تاني. يا جماعه انا لسه ما استريحتش. يا ابني ايه، احنا مش بنتخانق، احنا بناخد وندي مع بعض، مش كده يا ناديه؟ كده يا طنط، ما هي دي طريقة مناقشتها. تلاقي رامي استخبى من عندنا فجأة، استخبى بقى احنا من غير فجأة، استخبى ازيك حبيبي؟ وحشتيني وحشتيني. الحمد لله. ده مؤاخذة يا حرم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. الله يسلمك. كويس بقى ان انا جبت رامي دلوقتي، توقيت مناسب صح؟ ايوه. ازيك وازاي ليلى؟ اتفضل اتفضل. لا معلش عندي مشوار صغير كده، وبعدين هبقى اجي انا وليلى مرة تانية. قول لها اني جبت لها حاجات النونو الجديد. طب متشكر على كل حال، وحمد لله على السلامة مرة تانية. الله طنط معلش انا اسف والله ما خدتش بالي. اهلا يا طنط. ازيك؟ ازي حضرتك؟ الله يسلمك يا حبيبي. ازيك مراتك؟ الحمد لله كويسه بخير. عن اذنك. عادل. باي باي. مع السلامه. سلم على ليلى قوي. الله يسلمك. مع السلامه. ماله محمود مهموم كده؟ انا سمعت طنط ليلى بتقوله انت مهموم عشان ما قدرتش اجيب لك ابن زي رامي، فقال لها عيب رامي حبيبي لما تسمع حاجه ما تنقلهاش. قوله. طب فين بقى الحاجات اللي طلبتها منك في الجواب؟ حاضر روح انت هات لي كوبايه ميه وتعالى. يلا بسرعه. الميه مقطوعه. معلش علي هجيب لك انا. حاسين يا ماما؟ شفت جدع مؤدب ولسانه بينقط سكر، وما كانش عاجبهم بيقولوا عليه بلياتشو.
الو، ايوه يا نادي. ايه محمود هو اللي قال كده لرامي؟ هو خلاص محمود بقى سره عند رامي؟ معقول هتاخدي على كلام رامي برضو؟ يعني ايه مش هيبقى عندنا ولاد؟ ما تقلقينيش يا ناديه، عايزين نروح للدكتور ليه بس؟ حاضر حاضر هروح. سلميني انت على علاء لغايه ما اجي اسلم عليه. ايه رايك بقى؟ انا عايز هدوم ولا عايز لعب؟ امال عايز ايه بس يا حبيبي؟ عايز اتعلم مصارعه حره وكاراتيه. مصارعه حره وكاراتيه؟ اشمعنى يعني؟ عشان لو حصلت خناقه في المدرسه اضرب اللي بيتخانقوا معايا. طب والخناقه دي تحصل ليه من اصله؟ ما هو كل يوم في خناقه. مع مين؟ مع اصحابي. ازاي اصحاب وازاي بتتخانقوا بقى؟ مش بنتفق. اه مش متفقين دي حاجه، لكن مش بتتخانقوا. آه، انت بعد كده مش بتتصالح معاهم؟ اه بس يعني بعد شويه. خلاص تضربوا بعض بقى ليه؟ امال نعمل ايه؟ العب العبوا رياضه زي بعض. انا بقى عايزه العب رياضه بس نلعب في النادي. طبعا جدع يا بابا، انا بقى عايزه اشترك في النادي. اما اشوف. لسه هتشوف. مش ولا اقول لسه اشوف ولا شاف ولا حاجه. الو طنط ليلى، عم محمود فين؟ محمود رامي على التليفون. الو. ايوه رام. ايه يا حبيبي؟ الله مالك؟ طب اهدى اهدى، عايز افهم انت بتقول ايه. بالراحه بس، ايه اللي حصل؟ ليه؟ طيب يا حبيبي حاضر حاضر، خلاص هعدي عليك بس اشوف بابا هيوافق ولا لا. وانا كمان بحبك قوي يا رام، هنفذ لك كل اللي انت عايزه يا حبيبي. خلاص اهدى بقى. قلت لك هعدي عليك. حاضر النهارده بالليل. حاضر يا حبيبي، بس نشوف بابا الاول. طيب يلا مع السلامه. ما تعيطش بقى عشان هزعل منك. خلاص طيب يا رامي، مع السلامه حبيبي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه انت كده بتعصي رامي على علاء؟ لما تنفذ له رغبة أبوه مش موافق له عليها يبقى ده تحدي لعلاء. تحدي إيه؟ يا معركة؟ تنفذلوش حاجة أبوه مش عايز ينفذها لي. عيل وطلب مني. غلط اللي بتعمله ده، غلط. إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ أنا مش عارفة، مش عارفة أنت بتلعب اللعبة دي ليه؟ غير لسبب واحد بس، إنك عايز رامي يتعلق بيك ويعيش معاك هنا وساعتها تشبع رغبتك في إنك تكون أب. لكن أنا بقى مش موافقة رامي يجي هنا مع ابوه وامه وضيفه وبس، يقعد في اوضه ابني. لا انا مش موافقه. مش لما يجي ابنك الاول؟ شفت، هو ده اللي انت بتفكر فيه. هو رامي ده ايه، لعبه ولا ميداليه علشان اكون بخطط ان انا اخدها من صاحبها؟ رامي ده بني ادم، مش ممكن اكون بخطط ان اخده من ابوه. يمكن ما تكونش بتخطط بعقلك، بس هو ده اللي جواك وانت مش حاسس. خلاص دخلت جواه دلوقتي وبتحلليني؟ طول عمري جواك، طول عمري عايشه ليك وحاسه بيك. محمود الدكتور قالك ايه؟ دكتور مين؟ قالك ان انا مش هخلف تاني. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ امال ايه اللي انت بتعمله ده مع رامي؟ لا رامي ده انا بحبه، وبعدين ده مش غريب، ده ابن اختك. يبقى تسيبه لاختي.
حبه بشكل عادي. سيب حبك دوت لابننا. حاضر، لما يجي ابنك احبه، احبه قوي اكتر منك انت كمان. خلاص خلاص يا محمود، حقيقي انا هعمل. مش ممكن. ليه؟ لان الحمل ده صعب انه يستمر. صعب انه يستمر؟ ليه يا محمود؟ الدكتور قال لك ايه يا محمود؟ الدكتور قال لك صعب انه يستمر؟ محمود